صدق. نعم شي الأمين كيف برتوب والله ما جيبوه نفرتكم جيبوه سامي أمين قلنا قوم يلا انت تو ما تخلي ضنت على النص يلا كرب هذه الوقت أمين نعم أبي ده كل هذا من فتاة من موشي تبعينك قم أمشي أنت تسألني ما وانت لما ماكي شنو انا ننتو علمي ولا ما ننتو علمي برا يلا فلام انتي تعرف عدوي كيف ده غرب ده ولا عندك قال هنا انت الله ينصرك ويجيب زمانك انا في عندنا عندي اهل فيه لكن ما يعرفني كيف زينت هذا الجنستان؟ أغادي أنا هذا كثير. إيه؟ يلا مرجين مرجين. برا. ولا أمشي بتجعلك. بس أنا ما أشوفك ما أبني. سمعت؟ سمعت سلطان. Thank you.
انا قعدت جبت لك انت جيان واشتان انت تشيله تنقلي مشوتين مشوتين لكل ما بقى انت مره حسنا قوم نمشي بنا بيتكم الله لك قوم نمشي بنا اختي نمشي بيتكم كيف نمشي بنا الله لك قوم نمشي حسنا انا قام شي فكرة شبيتك لأ أخوي أنا كنا قربك أنت مش لأخوي بس كنت شعبي أخوي مرة هو أخوي ده هسه ما فيها توفى توفى الله لك أخوي قم نمشي الله يرضى لك الله لك أختي الله لك نمشي بسرعة نمشي نمشي الله لك لا تقولي يقولي شنو أختي يا أبي هدي أمي ما فيها مسافر ناري مفك قسمي هدي ما فيه قم نمشي الله لك أنا كسلطان لك يتين شنو كل مسؤولي أنا أنت كان أنا شلت كراسي أنا ما سلطان ده أختي ما عندنا مشاكل خلاص هل قم نمشي بنا الله لك أخوي الله يرضى لك قم نمشي بنا نمشي بيتنا كده طبعا الله لك نمشي اخوي الله لك الله لك نمشي أمي ما بنت بيت السلطان ألم ما نجوا ولا أنت بتور أنا إللي لا كأنت ولا ينجمينا كل أني أكل جاي من ينجمينا ما كيف أنا كل في الأجواء أنت أنت كلام ما فوق شنو هاي أنت ها خلنا أقول سين خلي بجيب لك كلمة تشرة. إلى الآن ما نشرة. أخوي أنت اسمك شنو؟ اسمي غلام اسمك غلام؟ شيء وندور نوريك ده أنت قاعد كينا بدي ميش البيتك بس شيء كنت أخاف منك يا معسن سمتسي تقعد معنا عالين هنا بس شيء بجلد بالحقك يا معسن أطلق جلدك بدي قربة مش البيتك بس أخوانك ما يشعطوا لنيتي وأنا ماشي أكلك أنا قربت البنك لأخوانك وأنا ترى ما سألتك وزيك أنا أسمي نجوى جاتي للوسارة يتكي في جنوى السلام الله ينصرك يا سلطان يزيد زمانك آمين سلطان عافية بس الوقت ده ناديتنا ده أنا ناديتك ده السلام انت جنون شغل انا بالكلام ده
نادى لصقم مخاطر الأكبر منه في الفلبينز، وشغل الدوت وغرينيزيش. عشان شنو أنا ما عرفت منك؟ عندي كلام مهم دور النور. كلمنا اسمك. يوم ده أنا كل ما غني. أنت يوم ده قلت شنو؟ زوجيني بنته. ويا حس أنا ما شفت شيء له. مالا. ولا دي دك دك. وما قال قد سيد الله. أنا اللي أنا كامل ما جاي أجيبني. شنو سبتان الآن كان سيما جبك؟ يوم مشيت تجيبوا بنتنا. نعم. هل جرز أنت تقول الناس ده ولا ما أنت؟ جرز كان أنا ما أنت نعم ده هل بنت تجيبه؟ وغلام. الولاد الكرافتي جبت ده. هل أكيد من الهرمية؟ سلطان الله ينصرك. أنا جيل لك ده ما في كلام آخر. جيل لك ده كلام دعا شجعني. ده أنا جيل. أصلا ما عندنا مشكلة. أنت أمشي. أنا نعجي لزيلك. وأخيري أنا أقدر. إن شاء الله يكون. كما سيتوكلوا. يشوفكم انتو حسا كل يقاري ما غلام حسا كل نشيفة دا انتو رجانين بغلام انا سنة دقدا زي بدك كده عاشدس انا بقى انا ندور انت بنتو ايه دقدك سلطان انا ما ندور انت بنتي بالشارع قولوا قولوا قلك العرب دقدا كاسة ولدنا قدر كيه هو اللي شارع دياتو يعرف الناس آخر كما يعرفكم أنا لا أعرفه أما أني بنت بزا أنا ما خسرين من طول الزمان خاصة أعلى كل الزعلانين منك ما أنت أصل قلت أنتي بنينا إلان والأبوكم أنا ما نعرف وفي درزة أنا ما خسرين منك وهسا أنتي قلت ما ما خسرين دورت أنتي عليها وأخوك كاي دالا ألغاسين جنين ما عند ولده ما عند زوجوه أخوي كاي دالا ألم تقريبا 20 سنة أين ما عندنا كيف ليه بس كنت تدورين أنت بنيتي لولادة ليه تكاي دالا بغداد دالا سهارة دالا نشيفر فوكا ليا فرصة لك انت كل ما يخلي وبعد كل انت قد تشيفة ده مش لو بغيرك حتى حاليا ده بكام بنيتك غاري تعرفي هو مش الله ما اخر زودنا لدك بك يكا ما شبين كله تاكورا راجل ليك دور حتى حاليا ده بنيتك ده أنكون قاري ما غلام حسا السلام وغلام ده انت تعرفي نفرة ولا جاي مني ما انا عارفة نفرة لكن نشيفة ليلة اخر من دم ده فيه اللي زغرق ده انا بس بزاب وفي بيتي ده نادم اخر حاكم فيه انا ما يصرف جيت زمانك
انسان شغل تدور تسوي له تعرف بس شنو تدور تزوج بنته بدقدق ومالك اللي دقدق ام باكر ناسله بقول شنو وانت تقدر تقول شنو كلامك وللشارع ياخذها بنته ستة مستشار عشان تستغني تعرف الأدين وما أدين وما ستة عشان تبرج إلى أسرة وأنا قدران نشيل مستشار آخر في مكانك أنت بس سلطان تعرفة تمشي السلطنة ناقرة كتير انا ماشي فتش من اهلك ناس اللي وصلوك ديتك هنا ده عندي كلام ندور نوريك كلام ده عشير وما يبقى لك قاسي انت زمان لقوك واقف في الشارع شالوك وجابوك لسلطان جعفر بن جبرين ورباك وبعد ما هو مات اخو سلطان امرنغا شالك وسواك كبير انا اجاويدا عشان في أسرة نوم ده ما عندهم عيال وحتى أنت تقول له تزور تاخذ بنت وبنت السلطان وأنا نعرفه هم ما ينتوك له على هل أنت أبطل للسلطان يا ولدي دك دك كلام ده خلي أشير من بينا السلام أنا كل كميتا خلي أشير ما يمشي في الدم ده I'm
بغداد يا ولد. نعم سلطان. شغل المورينا ما يبقى. ما يبقى. شنو ما ما يبقى؟ زينب بابا. زينب بابا. وزينب بابا ده. أنا ما يجي بكرامة. وين سلطان؟ انت بس ما تقدر تشيل المسؤوليه كنت تتكلم هذا والله بقيت مره بقيت ايد مره ايه اللي لا بلا بنت قولوا بنات كم قاعدين وانت ما تشوفي تدور انا انا اخذ عليك انا مره اخر مندوره بلا بنت انا مره اخر مندوره في البيل لكن شغل الآن مثيرة أنا أقول نعرف كبير اول السلطان ده في تعرفي امي جعفر ابو لي دكتور ده المتا وانجي اخر امي كيدا لكو ده جاي تاجر كبير في جمينا مرض عنده 20 سنة وحسر كله وانت يكشفون بجل عشان عندهم مشاكل كبير في انا السلطان انا بس ما قلت لما فيها ابو اندى اخوان بنتو معنا عدوم كده بدك كان شافاكو ده يبقى لكم ما عديد امي لا تجاي تلك نيش المرتب وانتو قلم كاستك من مكانك ده يبقى لك اخر انتي لما اسمه بطنوم انا اجي جفا بطنوم انا سيجاري كما اجباك انا سيجاري كما اجباك انا سيجاري كما قلي ما تريك قلي ما تريك تفوت بس سيجاري كما اجباك قلي ما تريك سيجاري كما اجباك اقول يا اخي ما تريك خليها ما تمشي ما تمشي ابو ده طب انا عم بين لنا عنينا هني بس تصدق كم ما لا جاي كما ما قلت له ولا يرجع من بنته انا ما اعرف هذا الشيء ده من مين ده وصلاني ده يبقى لك السيرفيس اختي اجيلي ما تمشي ارجع ما تمشي خليها تمشي وكمان شد ما تمشي تقاول اهلك انا ما شايف بسولك ما كان في جاري ما شايف كمان يسولك انا ما نرجع ولا جمت الشيخة ده ما تشخنا الله يجور ما نمشي بنتي نمشي سوا ما يبنى انت امشي انت اه وانا نمشي انت امشي انت قال لي شيء كنا شرف شكرا لك يا غلام لا تخف لا تخف يا غلام لا تخف لا تخف
إلى الشجرة قدم واحفر تحتها من جانبها اليمين تجد شيئا سيجيبك. كلام كده انت ولات انا سلطان وكبير انا جاويره وتدور تاخذ بنته وهسه خلام اللي انت جبت من قرارنا شال منك مرتك خلاص وهسه انت بترينا سكينه كده ده ما قبلك انت كشف تمشي ولا انا شو شوف الله بخصني انا بس انا في بيت كنت انا ما عندي مشاكل شوف اللي سويته لي ده انا عارفه انا كان انت كده كل ما تم مكافاه انا كنت لكن ما يتم كفي كنت انا كنت انا خايف منك ما تخافي انا كنت لك انا سويت لك كثير اقرب ده ده انا كنت انا كنت كمين اليوم بس الالبس في أدان في كنسين تلمسك وتفضل نجي الناس ما بيجي بيشاكلوني ما دي مشاكل في ماشي نجوى أنا جاي أنا سجاي ماشي ما دي مشاكل في ماشي والدة سيلي ها أمشي بميلي يمكن أنا سألت كتير عن شيء بدون ولد داخل بميلي داخل نزين بنتي بدون ولد وانا ما نعرف
هو نفس الشيء الغير داخل كل ضرب تركيا أنا ذات من أرغبني وأنا عندي مشكلة مع أهلي وكلهم كيف شتوا من الناس وأنا أول ما فكرت أجوابنا قدر الأهل كي يعني شيء مهم ده أبدا ما فكرت إلا الواجب نارو ما يبير أهلنا كان أنا موت الله رجال أكبر أمس مجمينا تلقيلي أخوي كبير كده كم ما موت كمان الحمد لله أبوي ودبتكو بنت بنيتي من زمان دور نوري كتير واري دبدب سيارة دول ماشين دول تفين دي جوه شالة جابة وارينا برا بس وما من بسردنا أبوي تدور تقول شريط كلامك ده تقدر تصير ده لكن لي دقدق مير السلام عليكم أخوي. عليكم السلام. شو سوي أخوي؟ أنا دقدق شاشاني. دقدق؟ دقدق شاشاني. غنقتو لنا سلطان. وين سويتك؟ وين سلطان تانت بالنشاب. ها؟ أنا جرد. Dagdag, ente jidwa? Ana jid. Inti jid labbati nyo? Sultan Mahmad wala Mahmad? Sultan Mahmad gait hai. Unso gif, ashir na maya muru? هذا بس أنا سجل لك عشان لي أشيرنا ما يمرق ده إلا خلاص نكتل عشان لا أشير ما يمر ولا شيء. أكون عشان لا أشير ما يمر. خلاص بنا وديك لي. أمشي. أما كيف بتنقلك؟ أما كيف بخليني قوم أمشي يا أخوي. قوم أمشي يا أخوي. خلاص أنت قوم أمشي. أمشي يا أخوي. أنا جيت نسيب وطا وين تجي تقعد تشنوني؟ أنا أجيت نفكر في مشاكل أنا أسرة كده ولا بس ولا مشاكل أنا أسرة ناجي أيه أنت أبوي تعانى بالنسبة ما عندك خبر عندي خبر يا عمال تأبوي قد وقت دول بيدو كتير وناس داخل ليه ذاتك يا أبو والله فلا عندهم مشاكل ودقدق ما فيه دقدق ده وقتها تبقى اخوي دقدق ده ما اخوي ما اخوكي دقدق ده امي جعفر المجة نجي في شعري ربه يوم مات كمان ابوي شعره جاي معنا وما اخوي وابوكي بجي سواب كبير انا جميل ده بس جاي معه ايه ده بس لكن ما اخوي ما مني و ابوكي ده اخوانا ما فيه اخوانا ده بس ما كل
لك زعلانين منه وهسه ما بيجي لو ما بيتاكل ولا زعلانين منك مفكر كلام السلسلة ولا زعلانين منه اللي بتعبوه انا قاعد ما تلمي شي ليه ابوك ده انا بصنع هامله المشاكل كان اول برا ده تقدر ان كنت هامله لكن في اسرنا داخل بيبقى شيء تخكاسي ولا تقدر ما في فلا انا ده نادم الاد وانا ابا ناكي لكن في الاسرة هناك بس كلها منفتشة ده بس كلامي يا امي سعيدة كان ليه ده بس انت ما تفكري وما تهيني اقودي بالراحه انا سميتي غلام فارس البيت غلام أنت فارس الغيب أنقذ حياة عمك السلطان إنه يسمم الآن لا كل شغل في زينتي ها؟ يلا عادي يا عبدالله أمشي ألقي أنه نجي هكذا
خلام انتي قصي شنو قدوش قانتي ده خشن دلي بانا دلي بلا وانتي جيت دين ده عافي بس وما عافي رشنو شنو يوم اقول ما جيت تكي جيت دين ده بس قانو ليش انا ما سويتش كلام بس الله ساتي نجاني من الموت وانت استشنت غارات دول كتولة شغل كله فعلا أسالة اللي دينتو كانوا ما سوى شغل انا كل شفته لكن ما تقتلوا انا يماني دورة طن والله بس هو شغل كثير خلاص وصى عليهم انا ما انسان خلاص وصى الناس انا هيلر كل شيء ما خلاص لا ما في أمر جيتاري لهيني أمر جيتاري نعم نجوا آخر بس تعرفي قدر ما أنا ترى سعره هان كجيل لي كده شغل كل سيتي ما تعرفي أنا سويت شنو نجوا بقول كل سيتي في الخلم ده تعرفي سي أجل أمسي هلا خليه خلو خلهم أنا نعرف خلاص أخوي خلهم ما يسوي شغل نفرة إنتي بلشت كيف وجا وعليهم بس سلطان شال خرر جايب تروح خلهم ده وخلهم ده بس كان عليهم كتلورة ولا أنا ولا إنتي رح أدوج والله واي تعبي خلهم في وراي سميتي فكي أنا كي أدير قط سميني آه
اسمو اسمو لميناكم هيني ده عشان ضروري وصفوكوا بمكافاة ننادم الأمل جريمة وكل تعرفوا بشغل الغلام سواء ما خدوج وأسانا رسلنا جاويت يجيبوك وانتو كل تشوفوا في قدامكم شغل المسولو دك ناسك اللي رسلتم ليه ده اظن يدوروك تمشي توديهم لبتان انا لميتو فيني ده جيتو عشان تدوروا تشوفوا موت هجينا وانا من زمان كله نعرفه قدر شغل اسمه موت دقايق قدامي غير جاني وكان شغل جاي قدامك ده كما تاكله تجي تلهاقك وانا ذاتي كان عارفة قدر كتير من الناس لسه قاعدين يموتوا ده ناس ومن ما سووا شيء بلا جريمة قاعدين يموتوا وسلطان انا قبال ماني موت كي ندور تخلوني عشان نكمل كلامي كلامي اللي ندور نوريك ده عشان اي نادم خليه يخط في راسه كي اصبح هناك حلالك ده بقدر بيسيل اينك دود كي انت كان ربيت في بيتك كله كان ما تاكله هو كده دود بس وسلطان الله ينصرك كلام السلطنة وكلام القرص انت ما تودي اهلك بعيد منك خليهم دائما يكونوا قريبين منك اهلك ده انت كان ابيتهم ما تاكلوا يوم من الايام ده تحتاج لهم وانا من جيني الجيت فيه اللي زخرات ده شفت اخوام كتير وعلمت اخوام كتير كله من الواجب تسوي فوقي انا انكيت قبال ما تشيلوا القرار هل الشغل ده انا سويته ولا ما سويته تسوي انكيت الدين بعد ذاك انتوا قادرانين عشان تقدروا تنفذوا شغل التدور واجب تسألوا أنا ياتو من وين ونفري شنو وإنتوا هسا في اللي ذا قاعدين تشوفوني مثل أنا بس نادم الجريمة نادم قتال الدمم لكن بلاي أنا ناس قتالين الدمم وإنتم أفعال شنية ذا قاعدين وانتم ما تعرفون وانا بدور نسألكم هل تقولوا نادم التعانى للسلطان بالنشاب ده انا ولا نادم التمامة لمن هنا السلطان تقولوا انا انا بس نادم اسوي جريمة ده انا بس تعنت لي السلطان بنشاب ده كله انا بس لكن باذن هذاك ذاك بدور بشيل السلطنة وباخد لي بنته ذاك ذاك انت مكان خاص كيف بس فيك هدادي وفي جمايتك في مكان ده بس وقع بالتلف فوق بناتكو شوفوا بنتو بنت السلطان كله هو بخاطفه وبطل قبل جاش على غرزة كله هو بس أنا بحصة أعلن قاعد أزادك كله هو بس تعناني وقال لك أنا جاني من الموت
ناس القاية موتوا في كذا دي كلك هو بقى فكتلهم. سلطان الله نجا من الموت بسبب أنا غلام القاية ده. والله ما حصل قاعد تشوفوا قاعد في لبيلة ده بدور عدالة أنا لبيلة بس. كنت الدور تقتل فلان مشاني انا ده فلان ما سوى لي شيء انا بس مشى اللي جيتها دق دق بس عم تاني قرص ظلمتني سي وانا مشى سويتها النمور وأنت نجم في الأرض تدور وأنت نجم في الأرض تدور يا غلام أنت نجم في الأرض تدور يا غلام أنا ولد أنا كيد على جبريل أخو السلطان أمرون جبريل الحصة قايد قدامك ده أنا من جمينة ناس كربوني بقدرة وجابوني في ترابكم هنا وانا عارف قدر سلطان امرونغا جبرين قدر امي اخولي ابوي قال لي بنتو انا نعرف قدر بني انا امي وإشانا بس انا جيت في بكان كوين وكان دك دك انا اولا نقول وال امي ما نعرف قدر ولا تشاري بعد وقت أنا إريتا كدر ولا تشاري وكل قوام القادم يكون في البلهيلة إريتا كدر من دق دق يا قادم يبقوا السلطنة دي ما شيء نادم يشيلها ببندق مثل ثورة وما شيء النادم يشيلها بقرص السلطنة دي كان أورودا شغل وراثي نادم يورثها وأبي كيدلا ما سلطان أمرونغا كله كلام السلطنة يا هارجو 20 سنة اليوم ما عنده هي جنب بيناتهم لكن أنا حاليا واقف في قدامكم ده إن شاء الله نلمهم ويقول بكان واي ويعيشوا أخوان وناس بيت واي ونعم أنا لقاني في البيت وانا ندور نوصوك لكل اهل القريه عشان انتوا بس اهلي كلام انا نوروكوا ده كان ليه تشادي اخر كله انتوا قولوا له خليها سما اني نتشادين من جنوبنا ولا شمالنا كلنا نادم واحد بس خلينا نلمه كراجل واحد عشان نبنوا بلدنا وخلينا نخلوا مننا كلماتنا عنصرية وقبائل فلانين وفلانين خلينا خلوا مننا ما ينفع تقريبا 40 سنة 50 سنة تشاد ماشي بمشي الله مشاكل وحروب دمر الوطن كلكم شفتوه وسمعتوه ما اليوم انا نقول لكم ونسو كلامنا واحد ونبنو دارنا زي بلدان انا الناس الاخرين اليوم اننا قاعدين نشوفهم
وندور أي نادم يشيل مثل هنا هلا وينادو أنجيتو هلا أنا أجد اللوان أجد مهدي تلقى كل الهلا ده نظيف وكل الرجال كلامهم واحد عشان هما لموا كلامهم والدائرين يبنوا البلد. مثلا اي نادم كان يقوش خشم بيته داخل وبرا هل الهلة كلها كما يكون نظيف والناس ما يكتو اشجار الاخضر كان لقيتهم دا امشي شوفوا كلكم انجيوتو امشي شوفوا تلقى حتى لين دا مهوج الهلة كله وهم من بي يتربوا وهم من بي يحفظوا من دور اي تاج دا يشيل مثلا دا وكان نادم مشى لهم في انجيتو ينتو اكرام بالزيادة والضيافة خلي مثلا يا جماعة يكون مثلا تاجين كله انتو القادين اسا قاتل سموني دا اي نادم كان مشى خلي يوري اخول اخر وكل الاولاد يالكم الدقاق ده خليهم يقول وبعدين اي نادم خليها هارد سوى تبقى خريف خليها هارد زينا ده من زمان عنينا قاعدين فوق علينا شفتوا الغلة بيجي قاسي والمعيشة كلها كيف بيجي التعب عشان عنينا خلينا الزراعة عنينا ندروا من رئيس الجمهورية الى الشعب كلهم يقوموا ويسولوا لنا مشاريع عن الزراعة اي نادي يترب اي اسرة يترب بعد ذلك الدار ده يكون لنا مثلا كمثل هنا جنة الكلام ده شيلوه في راسكو وطبقوه واخدوه من فوقه وده بس كلامي الاخير عشان ما نكتر لكم الكلام مع السلامة تعملي يا ولادي امي انا يا من الوادي انت نطلب اجتماع منك عشان انا جيت اول في الليل وما بيانت نفسي كتب لي انا كبيرة انا ذاتي عجب تمام الشهر قاعد في الليل وما بيانت نفسك وتشيفة هكرة وتعب مشري وغير ملمات إني راجل كان أورا راجل لا أول كل بعد ما يعمل الغاتي قبل ناس نادو راجل أنا وقت الجيت فيه اللي ركن بيانت نفسي لا أسرار الحصة أنا اللي جيت أجيل بل اللي رمان لنقى الشندة باجي أنا أبيت ما أنا أعرف نفسي لو كنت أي كلامك يا ولدي لكن تتعب بي أنا ما ندور تعب إمي كلامك سي سلطان الله يزرق الذي زمانك أنا جاي من كذلك لقيت الدقدق شالة بنت في جوات وبنت قد جابي وأنا نخاف ما نقدر نغير بريد الدقدق شفت الماشين على ليه؟ شفت الماشين على السباكة تبدأ بي شو الكان نزول ما نعرفه أنا نعرفه شو اللي نزيله وانا ماشي لوسط بس شيل اجاويد مكتر نمشي ويدي بس الدق نار خطير يا ولد توليدي نمشي ويدي بس الله معك سلطان انا اقول انك فاز نمشي خلاص تفضل
كتير قلبه سبا بكم سبا بثلاثة انت اتناسل نجوز بل مشتني أكبر بلد بني كيف دما هيني يا اخي خدت هيني ادرك يا اخي وين نشاب ده دم هراني ده نشاب ده وين اصغر الى نشاب ده نشاب ده خلينا ما يجينا فوقا بمبرو راس تبقى هيني وما شفته قال له دبو موتك تم معلوم غلام
انا نرفع درت جيني لكن طال طال لين الناي دك ما يتنين لوين جنتو هاي غلام جنتي قتلت انا سجيت اما انا كل بنتو انا ده مقتولة بجدك فرتي قال بيتو ترى بيتني انا ده ها انت اجيت كلام رجال مربوطو جنتي نخلوه اي ولما ما تخش ما تسمع كلام انا دقدق ده كان خليت كان حسد ربتك ده يقتلني ويمشي يقتل ابوي وانت كل مراتك ما ترجع ما تخاطب في كلامه ده ترى بيتين ترى ما تخاطب ترى ما تخاطب خلام قربتك هو يقتلك والله تسمع كلام مرة ترى بيتين ترى قلت لك دك دك فرتيغا دا كورا بيتين انا خلاص فرتيغا غلام مرة قلنا جيدا منك انت ما وين بطل ارجع ايامك قبل في كلام ايامك يا غلام خليها هجار ها انت انت هجار ارا انك انت ممنا مرة اي جمالة خطير لا سلام شو نارم داو قد فرات أمتين منا مرات دك دك انا راجل
انت كنت عارف راس الراجل ده خليه لي بنيه ده تعال القاني انا سويت انا كله كتير انا ما اقدر بقرب الجنيه ده ولا غلام ده ما اقدر مشاكله اللي بدار رجله انت بس وده اقوى عند النهاية نجدة جينا فوق لنجي بس وصفك بنتو ما تكي سميدي دي انا خلاص دك ها وده وانا جاي قدامي خلاص شنو تقدري تديني ان شاء الله لكل شيء ما تنسي ابراهيم ناس غورو بيجو اخوان جاي ادلو تاس كان جبت هذا جاي تلت مين دك دك امشي وريها كوما يجي كربا اما ما تنجي بتابي وداكو عليه ما لنا خلينا فكر شغل اللي ما اخر انا دوات بطل ما ينجي لا كان جاي تلت دك ابراهيم كان من كل اللي حصل انا ماجد ده ما يصير والله كل شيء ده دقدق على شفته ده بس بدلت اسم انا امين ده كل في شانه ابراهيم ده انا عارفه اول كل الناس كلموا كتير ده طلقوا مني مع العاجلين وطلقوا مني الناس ما عاجلين ما يصير شيء سميت دي ان شاء الله ما يصير شيء معلش ما يصير فكر زي ما معلش فكر زي ما ماشي إيمين أصلا مشاكل أنا دقدق يا كمان أنا نقبل نجمعنا وتقبل نجمعنا ده ما يتو أنا وسايدي الواجد ده إبراهيم وده ما اسمع مين وده فيك إمي اسمع إبراهيم لكن خاف من دقدق يا بدل اسمه
والله دقدق كل نهار ما ادري انت جيت اثنين لكن تقبلوا ثلاثة. امي انت كنت تمشي معنا؟ انا ما نمشي معكم لكن تمشي مع مرتك. مرتي؟ نعم مرتك بنت. بنت؟ نعم بنت. من يوم اللي انت جبت صندوق الصغير عند فوق الذهب ده انا عرفته وحسيته كذا انت من دمي. اني اتاري صندوق ده كمان مني رمى يلقى فقط ده من اسرار انا جلدنا وخلوا لنا عنها. الله يزيد زمانك. أخوي فلان بارك الله نجدك من دقدق وجابك لنا بالآخر. الله يبارك فيك يا نجوى. نجوى بنيتي ثم هسه أمشي داخل وبارك لبنتي شمدني لقدام بنت مرة أنا أخوك غلام. مبروك يا أخوي فلان مرة تريدة ده الله أنتك وبنت كل راجلة تدورة ده الله أنتك وأنا أقول ده الشيء المنيت لكم والله كمان. أيوة هم أنت داخل واللي انت لو قلت لي جمل عشان تعدم يا سامي. في غلام لما نارو عليهم تكشير بقى لبن الانت ثمن السلطان ده محمد امي. نعم انت أخينا بيوم بسيرك سمدة أنا نجاة يا بسو لكن الله نجيم يعني. مبروكة الحمد لله نجيب لكن ولدي غلام هاني مين الله يوديكوا آف أني أو وصلت عافي. كلم يا أبوك قل له أنا ذات جاي إن شاء الله. لا أنا سلمته وأنا مني سوى الطلب منا المسامحة. لا نريد إن شاء الله. أنا ماشي ليه وقت المرجع أنا فزاني ما في إلا أنت فزيتي. كان أول كده لما ولدك ده أنا زيلا أبو فقيني بس انا جاي هاي انا سلمت انا جاي هاي انا جاي هاي يا ولدي ها رنج تعالوا قدام انا جاي هاي 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 انا
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. دولي تصدق؟ دولي؟ عليك يا مامرنا انت ما تبغى انت ما تقول لي بركه الله هاي بس بركه الله يا ده نعم منين راحوا؟ بنت منين راحوا؟ امرنا بنت بنت صغيره دي ايوه انت بركه الله جابوك عافيه بنت بركه الله جابوك انت بابوكي يا عادتي ايه انا يا بنتي مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك مبروك والله يا بنتي انا سنعرفك جدا بنتي جامعة شنو بس ده عبد الله مش هتجيب بنت ده الناس ده كله كتشوفه مش البنت انا ما بنت مو بلا انا ما تولى مالا مينا مالا ما كلمني شفت مش البنت انا ما تولى مالا مينا يعني كان تولى مالا مينا بس كان ثاني بلا مرتبه انا قال لهم ساكي لا تب هل انت قلت البي اختك ده ما انت تقوى انتني قريتها وفهمت معناتها كلها وما على ما ريكون برلي كان قد تصلي مني انا ولا مشيت تلاتر اليمية دي ناس كربوني قبل بريك كان ريكون برليك فلان انترى ما اجي وانا ما انترى خبرنا ده اللي يلدون ذاته يجيبوا انا مشي خلاص ايه بلا 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 تعالي قمت تعالي اسمي ترى انا مشي خلاص كان انت تدوريني ده تنفسيش ده أجيك أجيك إذا تعجب أجيك بلا نيكم تدورين ده بلا أجيك بلا ملي نيكم تدورين ده بكان أنا قيدة ده فتشة دربي بلا أجيك أسمعك لأني بابا ها سي أنا الفتشة دربي لكن ما تسمعك لأني شي بابا ها بلا خلا مخليني أنا نمشي خلاص بلا كان تدورين ده فتشة دربي بس خلا كان تدورين ده فتشة بكان أنا قيدة خليني نمشي الدنيا رمضة بس لا موجود يا حي حي دخل الحمد لله إلنا خطنا ده لسه موت ناس دول شنو صدق دول في كوميونيكيت راديو والله الدنيا ده كله كان موت السيدة تمام لا تيجي شو والله أنا شفت ترى لا أساس بيا الدنيا ده معجين مرة لا الحمد لله أصلا من هاي دول كله في 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 جنيوس هاي شيء كونفا هاي هاي كان أنا شفت ترى دي أنا مشروف الآخر أوي إن شاء الله ما منا أرض ما خليها السرك ما خليها ده بندورنا كمان بوم برد ديدا ده هو الآخر ما نعرفه نمشي ليه في سلبي رتبات نشوف طالع أنا كان زمان ده قايد ولا وده هو أنت أصلا كده في كذري خلاص إيه نمشي لك إن شاء الله أوكي بس رأسين شو هذا كمان شرط أبناء لبن آه دكتور ليه سنتي
سمير هو بدي انا كده دايما اوكي سمير يا جسر كيف مضروبه جاي في بس صافي مضروبه هذه الناس باه نلمو يا غالي اوكي اوكي ما نضروبه